ديناصور كان ماشي بيغني من جنب السور. الديناصور هو كائن ضخم جدا انقرض من 200 مليون سنة مثلا، ما كانش يتخيل ولا الناس بتوع الهاشتاجات والترند يتخيلوا ان الديناصور سيصبح نجم الموسم. تحول لهاشتاجات وبوستات وكوميكس والناس تتكلم وتقول فين الديناصور وعاوزين نحارب الديناصور. المناسبة كانت غريبة شوية، كان مهرجان الجونة، الفنانة رانيا يوسف سألوها عن الكورونا، قالت ان الانسان هيهزمها زي ما حارب الديناصورات. هل الانسان حارب الديناصورات؟ الانسان ما كانش موجود يام الديناصورات، لكن الموضوع تحول الى نوع من التنكيت والتبكيت والخناق والديناصورات موجودة ولا مش موجودة وضح. السبب انه كان سؤال موجه لكتير الفنانات حوالين كورونا. طبعا الفنان او الفنانة مش لازم يبقى خبير في الفيروسات او غيره، لكن طبيعنا في زمن الهبد العظيم فكل حد من المهم انه يجاوب، ولو تسأل اي سؤال لازم يجاوب والا يبان انه مش عارف، فمش بيقول انا مش عارف او ممكن يتكلم كلام على قده فبيضرب في الكلام وده بيجي. فنلاقي الديناصور بقى زي الفساتين، زي الفوتوسيشن، زي الدوشة اللي حصلت، وناس كتيرة جدا خدت الموضوع بجد وتحول الديناصور الى نجم الموسم. اول ما جت سيرة الديناصور في تصريح رانيا الناس بدأت تتكلم وتتكلم في الديناصورات واصلها وفين، والبحث عن الديناصورات زاد وبدأ ناس ينشروا صورهم وبيحاربوا الديناصورات وصور من افلام، وقالوا انه تداخل الخيال بالواقع بالافلام، وفي ناس بتصدق وفي ناس راحت وفي ناس جات. الموضوع كله اصبح الديناصور هو نجم الموسم، برغم ان احنا في مهرجان فني وبنتكلم على فساتين وبنتكلم على صور، لكن طلع الديناصور ده من تحت الارض وبدأ يبقى هو مسيطر على الصورة. الديناصورات ما اختلفتش كتير عن كورونا، لانه كورونا بعض الناس قالوا ان احنا جابوا صور للديناصورات من مدة وقالوا ان الانسان ممكن لو ما غسلش ايديه وبدأ يستخدم المطهرات ويواجه فيروس كورونا ممكن ينقرض زي الديناصور. يبدو انه التصريح كان جاي من السكة دي وانه الانسان هزم الديناصور او حارب الديناصور او كده، لكن هو الفكرة الرئيسية ايه؟ انه الموضوع كله بقى جزء من كلام موجود في مهرجان ملوش علاقة بالديناصورات وما هوش مهرجان علمي، لكن القصة ايه؟ طب كورونا انا بسأل ليه فنان او نجم عن كورونا وليه لازم هو يجاوب او يقول، او ولو ما قالش هل الناس هتلومه ولا مش هتلومه؟ الموضوع كله بقى جزء من كلام الناس بتشتكي من انه في حاجات تافهة كتير وفي نميمة كتير، لكن الحقيقة هم اللي بيشاركوا في النميمة دي وبينبسطوا جدا وبيستمتعوا وبعد كده يشتموا ويقولوا ايه التفادي. والحقيقة ما كانش الديناصور لوحده هو الموضوع، الديناصور جزء من نظرية الهبد العام اللي بتشتغل في كل حاجة، لانه زي ما احنا عارفين في ناس بتتكلم في الذرة ومش علماء ذرة، في ناس بتتكلم في الفيروسات ومش علماء فيروسات، يعني الموضوع بيفتي قوي وكله بيتكلم وبيهبد وبيبدأ يقدم نظريات زي ما احنا شفنا في موضوع الفيروس، كل الناس كانت بتحكي وبتتكلم. ففكرة انه يظهر الديناصور هنفتكر انه بعد موضوع افلام الديناصورات اللي كانت كتيرة جدا في الثمانينات والتسعينيات، جوراسيك بارك وغيره، بدأت تطلع استطلاعات رأي تسأل الناس هل انت عارف ان الديناصور ده موجود ولا لا؟ ناس كتيرة جدا قالوا انه موجود. ففكرة انه حد يهبد ويقول ان احنا حاربنا الديناصورات، في ناس زيه كتير ممكن يقولوا فعلا انهم حاربوا الديناصورات، او ممكن ينشروا سيلفي او ينشروا نفسهم او يقدموا ده، لانه التداخل والكلام، وقبل كده قالوا الزومبي طلع وناس طلعت قالت في اطباق طايره بتطير في الهواء، يمكن هواجس كورونا خلت في حاجات كتيره كانت خيال تحولت فعلا لواقع، وبقى في ناس كتيره بتتكلم وبتفتي وبتطلع نظريات علميه ومحدش عارف الفرق بين العلم والخرافه وكله داخل في بعض. ذكر الديناصورات الحقيقه في كلام علمي بقى في الموضوع ده ان الديناصورات فعلا لسه موجوده، وده يفرح الاستاذة رانيا اللي هي قالت ان الانسان حارب الديناصور. ليه بقى؟ لانه العلماء بيقولوا ان الديناصورات انقرضت عشان حجمها كان ضخم جدا، كانت بتتحشر بين الجبال وانها ما قدرش تتكيف، وكان في طبعا ديناصورات بتطير وديناصورات بتمشي وكده. الديناصورات بقى انقرضت لكن سابت يعني اجيال من الزواحف فضلت تصغر لحد ما شفنا السلاحف والزلاحف والتعابين وغيره. فيبدو انه السلحفة او السلحفاة والزواحف اللي موجودة حوالينا والبرص الصغير وكده ده فعلا الوريث الشرعي للديناصور، بما يؤكد نظرية الأستاذة رانيا فيما يعتقد انه الانسان ممكن يكون حارب الديناصور وهزمه، وممكن يكون عاش في عهود قديمة من 200 مليون سنة، وممكن يطلع انسان تاني قديم شبه الديناصور وفي نفس الحجم وفي نفس التركيبة وانقرض هو كمان. ففكرة انه يبقى فيه وريث شرعي ووريث رسمي ووريث هبدي دي نظرية مستمرة وموجودة في كل حاجة.